مساء الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من ممكن. امبارح الدنيا اتشالت واتحطت ومهدتش. ليه؟ لان محافظ الوادي الجديد اللواء محمود خليفه عمل توكيل للمشير السيسي. ازاي محافظ يعمل كده؟ ماشي غلط. قالك المحافظ وفر عربية حكومية لنقل التوكيلات من محافظته إلى القاهرة. ماشي، تصرف غلط. غلط ليه؟ غلط. سيد المحافظ قال إن أنا عملت ده بشكل شخصي، ده لا يعني إن هتدخل في الانتخابات، ده لا هيعني إن هأثر على أصوات ناخبين، ولكن المشير السيسي ده عشرة عمر، فإحساس الصداقة يفرض عليه ذلك. في موقع المسؤولية المسألة تختلف. الحكومة قالت احنا لن نكون منحازين، هنكون محايدين تماما في هذه الانتخابات. ما عداش الليل الناس ولعت وقالت لك شفتوا ما فيش انتخابات وتزوير وفساد وكل اللي تتخيلوه، لاننا لم نعتد ان احنا نتفرج نشوف. خلونا نستنى ليلة نشوف الحكومة هتتصرف ازاي. ما ان اتى الصباح حتى أعلن السيد المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء أن محافظ الوادي الجديد السيد اللواء محمود خليفة تقدم باستقالته رفعا للحرج عن هذه الحكومة. بدأوا يقولوا لك هي إقالة ولا استقالة؟ هي اللي تعبكوا إقالة ولا استقالة؟ فرقت في إيه؟ إذا كان الرجل استشعر أنه تسبب في مشكلة للحكومة وأن هذا التصرف عاطفته غلبته في عمله وهو تصرف غلط فقدم استقالته، كتر خيره شكرا. إذا الحكومة ارتأت أن هذا التصرف غلط فجابته قالت له قدم استقالتك شكرا. المهم أنها أول بادرة بتقول أن الحكومة لن تتدخل في الانتخابات لحساب مرشح على حساب الآخر. اللي عايز يشوفها بشكل إيجابي هيشوفها بسهولة، واللي عايز يتصيد ويعمل منها ليلة وفرح وتبقى مشكلة وادي لواء كان في الجيش وبيجامل بتوع الجيش والحكومة هتعمل كده. طب يا سيد الرجل استقال، الرجل كان على استعداد يدفع منصبه تمن لخطأ هو كان مقتنع بيه، هو مقتنع بيه ولا لا؟ ايه اللي حصل؟ خلونا نشوف معايا السيد اللواء محمود خليفه محافظ الوادي الجديد. مساء الخير سياده المحافظ. مساء الخير استاذ أرنب. اهلا سياده اللواء. سياده اللواء، ممكن تحكي لنا من الاول منذ ان اتخذت قرارا بتوفير سياره حكوميه تابعه للمحافظه لنقل توكيلات ترشح المشير عبد الفتاح السيسي الى المقرات في القاهره؟ طب ده حضرتك بتجيب من الاخر، طب ما نقول من الاول. طيب قول من الاول موضوع يعني موضوع التوكيل. هي النقطه الاولانيه خير، طبعا انا بشكر حضرتك وحضرتك اوجزت حاجات كتير جدا جدا، ويمكن هي دي خلاصه الموضوع، ان فعلا ان انا بالنسبه لي اذا كنت انا اقول سلام عليكم دلوقتي فيهمني ان لا توجه سلام للحكومه، لان استقرار الحكومه يعني استقرار مصر في هذه المرحله، وده اللي يهمني في الموضوع، وانا راضي بنسبه 100% عن هذا الموضوع تماما. اما خلفيه خيري موضوع ان انا اعمل توكيل، بمنتهى البساطه انا اقول لحضرتك قصتها بالظبط. انا كنت بتحرك ميدان، لان انا شغلي دايما بالنهار بره، ما بقعدش المكتب خالص. فانا راجع حوالي الساعه 2:30 او 3، لقيت في طريق الشهر العقاري وكان فاضي ومفيش حد موجود، وانا من ضمن حدود السوريه ان انا اعمل توكيل بصرف النظر لا ادعم حد من خلال منصبي ولا اي حاجه خالص. فانا دخلت عملت التوكيل وقعد، وكان موجود الناس رئيس شهر العقاري ما فيش غيره، فعملت التوكيل وخلص. دخل واحد قال يا فندم ممكن اتصور، على اساس ان بنقول ان المحافظ بيدعم الناس عشان الناس تروح تعمل استحقاقاتها السياسيه زي ما كنا بندعمهم عشان استفتاء او غيره، فما فيش مشكله خالص الموضوع ده. لكن انا لما اتكلمت خير بدقه، انا ما قلتش لمخلوق اللي بيقول بيدعم الفريق السيسي المشير السيسي، انا لم ادعو مخلوق لاي، اذا كان اي واحد معاه، لان انا بدعو بقول للناس اعملوا توكيلات. حضرتك ما قلتش بس ما بتشوفش ان حتى عمل التوكيل هو نوع من الدعم والتوجيه؟ طب هقول لحضرتك حاجه كويس خير هذا التساؤل. طب حضرتك يعني انا استفاد من اللي حضرتك لو عملت تصرف معين؟ نسال مستشار او اي حد من رجال القانون، هل من حق المحافظ ورد في اي حاجه قانونيه او اي حاجه باي شكل من الاشكال الا اذا اعتبرناه حتى لو كان هناك نص قانوني يبيح للمسؤول التنفيذي انه يوكل حد،
نعم. أليست هناك توجيهات من الحكومة وقرار معلن من المهندس إبراهيم محلب أن الحكومة لن تتدخل بأي حال من الأحوال؟ هناك فرق بين عدم التدخل الخيري. عدم التدخل بمعنى أن أنا بحض المواطنين عندي في المحافظة أو في أي حد بقابله على أنه يبقى ليه توجه معين، يبقى هذا يعتبر تدخل. النقطة الثانية، إذا كان هناك لا يوجد قرار بأن فيه قرار أو قانون أو لائحة بتؤكد أن المحافظ ليس له الحق في أنه يعمل توكيل، يبقى أنا غلطت غلط بين. لكن ما نديش خير إحنا ما بعد الثورة نبتدي نقول لا هو ممكن يكون ما له قانون بس نقول اعتبارات. لا، إحنا بقى عايزين نقول إيه؟ ما فيش حاجة اسمها اعتبارات، يا قانون يا ما نعملش اعتبارات، وإلا طالما نفتح باب الاعتبارات هنخلي كل الدنيا اعتبارات تاني خالص. طب بعد ما ده أعلن سيادة المحافظ بالأمس، هل اتصل بك من اتصل بك؟ يعني هل اتصل بك السيد إبراهيم محلب؟ هل اتصل بك المشير السيسي؟ بدون شك. أنا أقول لحضرتك حاجة بالأمانة، طبعا اتصل بي السيد وزير التنمية المحلية وكلمني، والسيد رئيس مجلس الوزراء وكلمني. أنا بمنتهى البساطة استشعرت توجههم واتجاههم إن فعلا ما كنتش موجود في التوقيت ده، وده شيء أنا أحترمه جدا. وأنا كراجل عسكري ليه ثقافتي فوري، لم أتردد لحظة وكنت سريع جدا جدا وقلت يا فندم تعتبروا سألتي أنا متقدمة فوري دلوقتي، وأنا بحترم الحكومة جدا 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 وبحترم كل اللي قائمين على العمل دلوقتي، وعملنا شغل محترم جدا في الوادي الجديد. انا سعيد بيه في الفتره، انا يعني لو كنت بتقال قعدت 3 سنين ما كناش هنعمله قد اللي عملته في 9 شهور. لكن احمد ربنا حاجه محترمه جدا ان احنا ندخل دلوقتي مصر ما نكسرش خير في بعض، مش عايزين نقعد نصطاد للامور هذه الامور، نعدي محمود خليفه ونبص للقدام ونشوف ان احنا عايزين استقرار الشرق المصري، عشان الموضوع يا ساده صعب صعب. السيناريو لو حصل لا قدر الله ان مصر عانت في الفتره الجايه، مش عايز اقول المنظر انا لا استطيع ان انا اتخيله كما في ذهني. يا استاذ خيري ايا كان الموضوع، لكن اقول لحضرتك بمنتهى الصراحه والبساطه، صدق. يجب الا يكون صوره تظهر توقف عجله التنميه كانت ماشيه في الوادي الجديد على اقصى درجه، واخرها زي السيد رئيس مجلس الوزراء وتمانية وزراء يومين كاملين لم يعودوا في محافظة تانية، وكان اليوم الثالث جاي لي في الفرافرة الثالث وشاف الحاجات اللي عملناها من فضل ربنا كتيرة جدا جدا. هل سيادة المحافظ ما استخسرتش ده كله توكيل حضرتك؟ المشير السيسي عنده توكيلات كتير قوي، يعني آلاف مؤلفة دلوقتي اتعمل يا سخير كأنه إجراء بتعمل، يعني الموضوع ما كانش. لا، فكرة هنا الموائمة حضرتك هنا في منصب سياسي، الموائمة السياسية والمصلحة أو العاطفة، العاطفة غلبت حضرتك وطغت على الموائمة السياسية. ما أنا لا أنا ألم تستشعر أنا أن ده ممكن يعمل ضجة وقلق؟ اقول لحضرتك بمنتهى الصراحه والصدق يا استاذ خيري، انا بقول لحضرتك ظروف الموضوع، انا كنت معدي وانا المور ميداني في الشوارع بعمل حاجات جدا في الاماكن، ما بدخلش مكتب. انا بني اليوم بتاعي حوالي الساعه 3، فدخلت الشهر العقاري من منطلق ان حق مش ما بصيتلوش، ان في بقى ترقب، وبعدين ده ناس هيحولوه ان انا بدعم حد، رغم ان لم يصدر من كلامي تدعيم لمخلوق خالص. لكن هو تم يا استاذ خيري، حد يبتدي نبتدي نحاسب بعض على نوايانا ان انا بدعم. طب اللي يمسك كلمه ان انا قلت انا هو أنا بعد التوكيل لما نعرف ان المحافظ بتاعي، ما انت محافظ واكيد في ناس بتحبك كتير، فلما اشوف المحافظ بتاعي عمل كده هناك توجيه غير مباشر، يبقى يقولوا لنا يا استاذ خيري يبقى من دلوقتي نبتدي نكون صراحة قوي قوي ونعتبر ان انا غلطت، ونبتدي نطلع تشريع واضح وقانوني في حاله حدوث توكيلات او قرار من السيد رئيس الوزراء لكل العاملين في الجهات التنفيذيه. ايوه في الحكومه. أيوة بانهم ما يعملوش توكيلات او يبقى واضح جدا في جميع المراحل فنادي، ويبقى الظاهر كله زي ما اتعمل دستور ممتد لسنين، نعمل القرارات واضحه نقول، عشان ما نبقاش الموضوع بين البنين. ممكن لو احنا في واحد عايزين نجمله نقول ان ده كويس، نقول الاجراء ده بيحض المواطنين على ان هم يمارسوا الحقول الانتخابيه، لو عايزين نجمله ونصحح قرار. طيب لو عايزين نزيد نقول له ده عمل ده بيدعم حد او كده. طب سياده اللواء، انت خلاص سبت الحكومه ودفعت ثمن غالي لاختيارك، وده شيء محترم انك تروح تقول سلام عليكم انا سببت حرج خطا غير مقصود انا ماشي. موقفك دلوقتي هل ستكون داعما
للمشير السيسي بشكل علني وأنت خارج الحكومة؟ ده أنا بشكرك على السؤال خيري. أنا أدعم المشير السيسي بكل قوة، وبقول لحضرتك ليس لأنه زميل ودفعة ورجل له مواقفه الوطنية الذي لا يختلف عن أحد، أنا بتكلم جادس خير في هذه الجزئية. ليه؟ لأن أنا بقول أن تصوري أن الشعب المصري في هذه المرحلة يحتاج رئيس رقم واحد هو بحب الشعب، والتانية الشعب يبادله نفس الحب، يعني علاقة متبادلة. النقطة التانية، محتاجين رئيس يكون هناك شبه إجماع شعب عليه، لأن مصر لا تتحمل رئيس يكون بستين 55%، فالانقسامات هتكون قادمة. بس هي دي الديمقراطية، لو فاز بواحد وخمسين هو رئيس. الكلام ده عملية بص خيري، الكلام ده حس خيري فعلا عمليا احنا بنقول ده 51% اغلبية، ده الكلام ده كويس جدا لما يبقى في دول مستقرة استقرار سياسي واقتصادي وفي كل جميع مجالاتها، فبيقبلوا بسياسة 51%، 49 التاني بيحترموا رأي الباقيين وبيمشي في النظام. لكن خلونا نكون صادقين، في هذه المرحلة بنحتاج، أنا بتكلم ده من وجهة نظري طبعا، ممكن أكون أنا غلطان، لكن أنا بتصور إن إحنا في هذه المرحلة التي لا تحتاج إلى استقرار الشعب واستقرار الفكر عشان نبتدي نبني اقتصاد عشان يؤدي إلى استقرار في هذا الموضوع ده، محتاجين هذا الوضع إن يبقى فيه رئيس عليه نسبة كبيرة متوافقين. أنا تصوري هذا الوضع، أما لو حصل الموضوع الثاني الله أعلم، يعني حضرتك أدرى مني برضه. إيه هو الموضوع الثاني؟ ان ممكن يبقى يحصل فيه ناس في قامات يقول لك ان في نص كده ونص كده، لو جيت تاني ده هو يقول لك لا انا اعترض عليه. لكن انا متصور محتاجين واحد الشعب يستقر عشان الشارع المصري يستقر. نعم، لو جه المشير السيسي رئيسا لمصر، هل نتوقع انك ستكون في منصب قيادي اخر في الحكومة الجديدة؟ هل ستقبل اذا طلب منك؟ اللي هقول لحضرتك نقطتين في الاجابة خير ومنتهى الصدق والوضوح تماما، ويعلم الله انا صادق. النقطة الاولانية ان المشير السيسي اعلم تماما ان هو عمره حتى هو قائد عسكري في الوظائف المختلفة لا يسعى الى اي منصب نهائيا، بل وضح دلوقتي ان كان الكرسي هو اللي بيزحف اليه بالارادة الشعبية على الاقل اللي هي ملحوظة لي رقم واحد. النقطة الثانية، انا اماثله في هذه النقطة عمر ما جريت على مكان، ولكن ده تحت لبسنا المدني دلوقتي، رجل عسكري الفكر والهوية والإرادة وكل شيء. بلدي لو طلبتني وأنا أرجع تاني ضابط جيش بأي رتبة أشتغل تاني، بلدي لو احتاجتني في أي مكان في أي حتة في أي مكان، ليس بصفة أي وزير ولا غير وزير ولا محافظ ولا ده كله أشتغل تاني. محدش يا أسخاري، إحنا قابلنا المهمة الوطنية في الزمن في توقيت بالغ الصعوبة، وأنا اجتزت بالوادي الجديد ما قبل ثورة 30 يونيو كنت محافظ مع النظام المعزول، وكنت محافظ ما بعده واستمر على هذا النظام بسياسة واحدة، وقدرت أجمع الناس في الوادي وكنا هناك استقرار يوازي مع التنمية اللي كانت شاملة في الوادي. فبالتالي أنا بالنسبة لي لا يفرق في أي حاجة، هتلبي النداء يعني، أو سألبي النداء، ده بلدنا يا أستاذ خالد. بشكرك جدا سيادة اللواء محمود خليفة المحافظ السابق للوادي الجديد، حتى الصباح كان محافظا للوادي الجديد ولكنه تقدم باستقالته رفعا للحرج عن الحكومة بعد أن وكل المشير السيسي كمرشح للانتخابات الرئاسية، وسيظل يدعمه بعد أن خرج. واضح المحبة في القلب كبيرة قوي، فكان هيبقى صعب الجمع بين الاثنين. المحبة يجب أن تكون ولكن لا تنعكس في أداء أي مسؤول في هذه الحكومة، حتى ننعم بانتخابات راقية شفافة واضحة دون تدخل حكومي، واللي يفوز يفوز بدراعه، يفوز ببرنامجه، يفوز بإقناعه للناس بأنه قادر أن يغير مستقبل هذا البلد. ومن استقالة محافظ إلى اللجنة العليا للانتخابات، اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قالت من شوية يا جماعة الوافدين هنعمل لهم استمارة، يروح يوقع على الاستمارة الأول أو يروح يعمل في الشهر العقاري بمقر إقامته الجديد وبعدين يروح لجان المغتربين يصوت. قلنا لهم يا جماعة ما ينفعش، احنا بنبهدل الناس. راحوا النهاردة عاملين حاجة جديدة، قال لك لا 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 مفيش لجان مغتربين. ليه؟ قال لك اصلها زحمة وبيبقى فيها أخطاء ومشاكل، فقررنا ان احنا نتلافى هذا الجزء بايه؟ بان لا، انت هتروح مركز الشرطه هتلاقي استماره هم بيجهزوها لسه،
فهتروح تاخد الاستمارة تملاها وعلى طول بتتسجل، هتنزل اسمك في الدايرة اللي تبع المركز اللي انت رحت سجلت فيه الاستمارة. زو مفيش لجان مغتربين، حلمه وراح، عايزة اغنية حزينة، الدستور كان بيقول كده وعملناها في الاستفتاء، لكن لا برضو خلاص مبقاش في لجان المغتربين يعرف اسمه من دلوقتي. احنا جربنا، كان ايه المانع انه عرف؟ فكان راح نفس اللجنة اللي راح فيها قبل كده واسمه كان موجود، هنبتدي تاني، فيروح لشارع عقاري او يروح لاسم شرطة، فبقى بيروح مرتين، ادي مرة هيعمل التوكيل او هيملى الاستمارة وبعدين يعرف لجنته فين وبعدين يبقى يروح يوم التصويت مرة تانية، يعني يومين اجازة يا عمدة. ده كلام كويس، احنا بنيسر على الناس، اهم حاجة راحة السادة المصريين المغتربين. تعالوا نشوف الست اشتون. السيدة اشتون النهاردة كانت هي موجودة على رأس وفد كاترين اشتون الامين المسؤول الممثلة العليا للسياسة الخارجية والامنية للاتحاد الاوروبي، كانت على رأس وفد ضم كلا من السفير جيمس موران رئيس وفد الاتحاد الاوروبي بالقاهرة وكريستيان بيرجر مدير ادارة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وكولين سيسيلونا رئيس ديوان البارونة اشتون بحضور نبيل فهمي وزير خارجية. كانت جاية لايه بقى؟ هي كانت جايه تعمل مجموعه لقاءات قبل السيد رئيس الجمهوريه، وكان في خطه انها تقابل المرشحين المحتملين، اختارت اثنين، السيد المشير عبد الفتاح السيسي والسيد الاستاذ حمدين صباحي. التقت النهارده بالسيد رئيس الجمهوريه وبالسيد عبد الفتاح السيسي ولم تلتقي حمدين صباحي. هل خلاص كده مش هتقابله او هتقابله بكره؟ مش عارف، الانباء ما قالتش الحقيقه. صرح السفير إيهاب بدوي بأن رئيس منصور أعرب المسؤولة الأوروبية عن تطلع الشعب المصري لأن يكون لزيارتها المتكررة إلى مصر انعكاسات إيجابية على العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، وقال إن هذه الزيارة تقترن بتقدم عملي وحقيقي على صعيد تنفيذ خارطة المستقبل. من جانبها أكدت أشتون حرص الاتحاد الأوروبي على علاقاته مع مصر أهم وأكبر دول المنطقة، وقالت إن احنا بنتطلع لاستكمال خارطة الطريق في المستقبل. تكلم عن الانتخابات الرئاسية، فيما أكد الرئيس منصور حرص مصر على علاقتها بالاتحاد الأوروبي وعلى قيام تلك العلاقات على أسس من الاحترام المتبادل والشفافية وتحقيق المنفعة المتبادلة. وقالت كمان أشتون أنها بوقفة جنب مصر في مواجهة الإرهاب الأسود، وقالت ان احنا مصر رحبت وقالت لا احنا نرحب برقابتكم، ما عندناش حاجه نخبيها، تعالوا راقبوا الانتخابات الرئاسيه المقبله. وقالت ان احنا بنعزز القوات المسلحه والشرطه والمدنيين الذين يسقطون نتيجه لعمليات ارهابيه جبانه، معبره عن ادراكها لصعوبه وتحديات تلك المواجهه. طبعا منصور قال لا احنا عايزين ايدينا واضحه كده، يعني خليكم كده واضحين وقولوا احنا بندين الارهاب وبصوت عالي وبقالكم موقف، وتجففوا المنابع وتمنعوا تهريب الفلوس وغسيل الاموال اللي بيتم من خلالكم لتلك الجماعات الموجودة على اراضينا. طيب النهاردة ايضا السيد المهندس ابراهيم محرب رئيس الوزراء اصدر قرارا رسميا بتوقيع العقوبات المقررة قانونا لجريمة الارهاب على كل من يشترك في نشاط جماعة الاخوان المسلمين أو تنظيمها أو الترويج لها بالقول أو الكتابة أو عن أي طريقة أخرى، وكذلك لمن يمولون أنشطتها. ونص القرار على تطبيق هذه العقوبات تنفيذا للحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة في 24 فبراير الماضي باعتبار جماعة الإخوان منظمة إرهابية. جاي في مجموعة من البنود اللي حضراتكم شايفينها على الشاشة، ده بنود القرار. بعد الاطلاع على الدستور المعدل وبعد موافقة مجلس الوزراء قرر المادة الأولى ينفذ الحكم الصادر من محكمة كذا كذا فيما تضمنه من اعتبار منظمة إرهابية، وذلك طبقا لما ورد بمنطوق الحكم وأسبابه الجوهرية المرتبطة بالمنطوق ارتباطا لا يقبل التجزئة. طيب خلونا أختصر بدل ما نتكلم فيما لا أفهم، معي أهل العلم الأستاذ الدكتور نبيل مدحت سالم أستاذ القانون الجنائي والمحامي المعروف بجامعة عين شمس. أهلا وسهلا دكتور نبيل. الو مساء الخير يا دكتور نبيل. مساء الخير، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اهلا بيك، انا سعيد انك يعني تعمل المداخله دي معايا. يشرفني، احنا عشره قديمه. الله يخليك. طبعا كنت متنرفز في المحكمه ليه يا دكتور في محاكمه اللواء احمد رمزي؟ لا متنرفز؟
قالوا يا الفيديوهات بتتكلم على انك طلبت ان المحكمه تاخد استراحه وزعلت من المساعد بتاعك لانه لم يرتب الاوراق ترتيبا دقيقا وانت رجل منظم. لا 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 دي من يعني بنقول عليها لازمات في شغلنا، لكن ما بتعبرش عن نرفزه ولا حاجه ابدا. طيب الحمد لله. دكتور حضرتك شايف تطبيق قانون القرار اللي اصدره النهارده السيد ابراهيم محلب انعكاساته ايه على جرائم الارهاب في مصر؟ والله انا يعني ما اطلعتش على القرار بالظبط، لكن اللي انا فهمته انه بيعتبر عمل ارهابي كل من له صله بجماعه الاخوان المسلمين تقريبا كده يعني. هو بيقول ينفذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة الأمور المستعجلة في الدعوة رقم كذا لسنة كذا. أيوة. فيما تضمنه من اعتبار جماعة الإخوة المسلمين محظورة منظمة إرهابية، وذلك طبقا لمواردة بمنطوق الحكم وأسبابه الجوهرية المرتبطة بالمنطوق ارتباطا لا يقبل التجزئة. أيوة. ده في المادة الأولى. تنفيذ ما يترتب على هذا القرار من أثار: أولها توقيع العقوبات المقررة قانونا لجريمة الإرهاب على كل من يشترك في نشاط الجماعة أو التنظيم أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخرى، وكل من يمول أنشطتها. توقيع العقوبات المقررة قانونا على من انضم إلى الجماعة أو التنظيم واستمر عضوا في الجماعة أو التنظيم بعد صدور هذا القرار. اختار الدول العربية المتضمنة لاتفاقية مكافحة الإرهاب لعام 98 بهذا القرار. وأخيرا تكليف القوات المسلحة وقوات الشرطة بحماية المنشآت العامة، وتتولى الشرطة حماية الجامعات وضمان سلامة الطلاب من إرهاب تلك الجامعات. والله قرار صائب وصدر من يعني شخص مسؤول ومقدر تماما لخطورة ما يحدث حاليا على أرض مصر وبصفة خاصة داخل الجامعات المصرية، وهي ثروة قومية. هذه ثروة قومية يعني موجودة من سنين طويلة، وشاركت في يعني جمعها وفي تكوينها أجيال عديدة من المصريين من زمان أوي أوي. يعني أي حد يتقبض عليه بيرتكب فعل من تلك الأفعال ويثبت أنه منتميا إلى هذه الجماعة كان طالبا أو غير ذلك يطبق عليه قانون الإرهاب فورا بغير تردد، لأن من لا يريد تلقي العلم داخل الجامعة يبقى ملوش مكان فيها ولا يصح أنه هو ينتسب إليها ولا ينتمي إليها. وبالتالي ده مش بس عمل إرهابي، ده عمل إرهابي والهدف منه اسقاط الدوله. يعني نعم. مش بس عمليه الامن وبس، لا ما هو انا هو كمان اتكلم يا دكتور على فكره ان يكون من يروج لها بالقول، يعني مش لازم يكون منتمي للجماعه، ولكن لو تعاطف معها وروج لها يطبق عليه قانون الارهاب ايضا. لا دي فيها طبعا هذا التطبيق في هذه الحاله بيقعد بيه الى القضاء، والقضاء هو اللي هيقول كلمات مش رئيس الوزراء يعني دي مساله طبعا. ده نص القانون. بالظبط، التطبيق تطبيق القانون لرجال القضاء. لرجال القانون. طيب. اما رئيس الوزراء فبيدي هذا المعنى الجميل اللي هو يعني آن الاوان ده انه تطبيق حكم القضاء المحكمة الامور المستعجلة باعتبار هذه الجماعة جماعة إرهابية، وباعتبار بالضرورة بمترتبة على دي ضرورة كل من يعني يتبين انه يقوم باي عمل او يتصل بها في عمل او في دعوه او غيره. طبعا ده مباشره يطبق على القانون. بشكرك جدا دكتور نبيل مدحت سالم استاذ القانون بجامعه عين شمس المحامي المعروف. خلونا نختم هذا الفاصل بفيديو. فيديو النهارده حطتنا قدام دايره مغلقه جدا، دايره في الاحداث اللي احنا بنعيشها. لو وقفته شوية وافتكرته واحد كان اسمه أبو مريم إمام محفوظ. الراجل ده لو انتوا فاكرين أحداث ميدان رمسيس ومسجد الفتح اللي كانوا كل اللي فيه أبرياء مسالمين متظاهرين طيبين، مين اللي قال انهم وحشين؟ مين اللي قال ان كان معاهم متفجرات؟ مين اللي قال ان كان جوه بعضهم إرهابي بجد؟ ما حقدرش عمم، أكيد كان في ناس ملهاش دعوة وفي ناس متعاطفة، في ناس مش فاهمة وفي ناس زعلانة وفي ناس بتستخبى في ناس.
أبو مريم إمام محفوظ ده كان مصاب في أحداث رمسيس، كان في حرائق وتحطيم للمسجد وكان في ضرب نار من فوق، لو انتوا فاكرين مسجد الفتح وألعاب نارية. الراجل ده اتصاب، والراجل ده لما اتصاب قلنا خلاص هل اتقبض عليه، هل راح فين، اسمه طلع من ضمن المصابين. فجأة الراجل ده اختفى وظهر اليوم فقط، ظهر في فيديو بثته جماعة أنصار بيت المقدس لعملية استهداف مديرية أمن الدقهلية كانت تحت إثم غدوة الثأر المسلمي مصر. الجماعة كشفت خلال الفيديو أن الانتحاري الذي نفذ العملية هو واحد من السلميين الإخوانيين اللي بيظهروا في المظاهرات واللي بنشوفهم وبنقول ما كانش معهم سلاح، دول متظاهرين سلميين، دول ما بيعملوش حاجة في الدنيا. أبو مريم إمام مرعي إمام محفوظ ده اللي راح فجر نفسه، ده الإرهابي السلمي اللي راح فجر نفسه في مديرية أمن الدقهلية. أنصار بيت المقدس خلال مقطع الفيديو قالت إنها قامت بالعملية بسبب اعتداء الشرطة على المتظاهرين والقبض على الحرائر وهدم بيوت المسلمين في سيناء بحسب زعمهم. ظهر من خلال الفيديو بقى الأخ أبو مريم، ربنا يرحمه، مش عارف أقول ربنا يعمل إيه بين اللي عمله، ربنا ينتقم منه، ربنا يجازيه على ما فعل. يعني طبعا الحساب عند الله سبحانه وتعالى لا أحد يتدخل فيه، ولكن هذا الشخص اللي رأى أن قتل الآخرين هو من في سبيل نشر دعوة إسلامية ده مش ممكن يكون مسلم أو فاهم ما هو الإسلام. قال أنه عمل كده لقام بذلك من أجل عدة أهداف أهمها تطبيق شرع الله، مؤكدا أن ذلك لن يتحقق إلا بالجهاد ورفع السلاح. لذلك أنصح المسلمين بالتوبة والعودة إلى الله والجهاد في سبيله تعالى لتحكيم شرعه، ثم بعد ذلك انتقاما من الشرطة لقتل المسلمين واعتقالهم خلال المظاهرات، مشيرا من خلال بيانه الصوتي إلى أن النصيحة الواجبة لجنود الجيش والشرطة هي قتلهم فلا سبيل غير ذلك. عشان ينصحهم ده السبيل الوحيد أنه يقتلهم. عمركم شفتوا دين في دعوة كده؟ ديننا الإسلامي اللي انت عايز تنقذه من النار تروح تقتله علشان ده الدعوة؟ طب تعالوا شوف الفيديو كان بيقول الله إني توكلت على الله، طبقوا التوكل اللي احنا بنسمعه، طبقوا الدين، فاستعينوا بالله عز وجل، اصبروا، وأوصيكم إن أنتم تجهزوا العشرات بل المئات من أنصار الدعوة، وأنتم قابلتوني على عيني، إن شاء الله عز وجل، إن شاء الله إن قبلني الله عز وجل، سأدعو لكم أن يقبلكم الله عز وجل. وأن يبارك مصعيكم وأن يفكتكم وأن يؤمنكم وأجزاكم الله خيرا، ونسأل الله عجل أن يجمعني بكم في جنات النعيم في دار السلام. أنا أثبتكم أخوة يعزكم تحملوا معلش النعيم لا يضرب بالنعيم، النعيم لا يضرب بالنعيم. نسأل الله عز وجل حرمنا من أزواجنا، حرمنا من عيالنا، ولكن في سبيل الله الله العظيم كل يدين الله الله لا تحرمنا يا رب. كلمة أخيرة والله يقع في نفسي، لو الإنسان يعني مع زوجته أولاده على ضفاف النيل في نعيم في الدنيا مقيم وما فيش نغص ولا تعب، الله العظيم ثم يعني إذا حرم العبد بالشهادة فذلك حرمان الله. نسأل الله لا يحرمني يا رب، يجازي إخواننا كل خير، بارك الله فيكم. ما تركنا أزواجنا يعني ولا أولادنا ولا أهلينا زهدا فيهم ولا ضاقت علينا الدنيا، لكن لله عز وجل. الناس بتسيب عيالها عشان خاطر يعني دنيا حقيرة، فنحن تركناهم لله عز وجل.
أبيدوا سيطراتهم، اقتحموا معسكراتهم، قطعوا أوصالهم، انزعوا أفئدتهم من أجسامهم. اليوم يوم الملحمة، اليوم نمحو المشأمة، اليوم نسفك الدماء، العرض يشكو المظلمة. واعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن قتل دون أهله فهو شهيد. فتعرضوا للشهادة واحرصوا عليها، فإن القتل في سبيل الله غاية ما زلنا نتشدق بها. قال الضحوق القتال: من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله، يطير على متنه، كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه، يبتغي القتل والموت مغانم. انفجار سيارات أمام مسجد الحصري بمدينة أكتوبر. جماعة أنصار بيت المقدس تعلن عن منفذي عملية تفجير مديرية أمن الدقهلية في فيديو بثته على موقع يوتيوب اليوم. خبراء المفرقعات ينجحون في إبطال مفعولة قنبلة بدائية الصنع وضعت داخل إحدى لوحات الإعلانات في ميدان مصطفى محمود بالمهندسين. اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تبدأ اليوم تلقي طلبات وسائل الأعلام المحلية والدولية لتغطية الانتخابات المقررة داخل مصر يومي 26 و27 مايو المقبل. تأجيل محاكمة مبارك ونجليه والعدل ومساعديه في قضية القرن إلى 26 أبريل. رئيس الوزراء يقبل استقالة اللواء محمود خليفة محافظ الوادي الجديد إثر تحريره توكيلا للمشير عبد الفتاح السيسي المرشح المحتمل للرئاسة. المناصق الأعلى لشؤون الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون تلتقي كلا من وزير الخارجية والأمين العام لجامعة الدول العربية لبحث عددا من القضايا الهامة.